واحد بيسأل بعد رجوعي من الرحلة إلى روسيا، بيتكلم على، بيقول: أرجو أن تعطينا فكرة عن الكنيسة الروسية وعن رحلة قداستكم إلى روسيا وعن مستقبل الكنيسة والمسيحية في روسيا، وهل بدأت روسيا العودة إلى الدين وعدد المسيحيين هناك والكنائس والأديرة والعبادة والنشاط الكنسي؟ ده عايز كتاب. ككلمة بسيطة، روسيا فيها حوالي 270 مليون، كما سمعت في أحد الاجتماعات أن عدد المعمدين 30 مليون، يعني زي 11%، لكن غالبا العدد ده أقل من الواقع، وأن في أكتر من كده، وفي كنائس كتيرة موجودة وبيصلوا فيها، والقداس بتاعهم بياخد حوالي 4 ساعات، وفي حركة تجديد حاليا في روسيا يسموها البروسترايكا، وبدأت العلاقة تتحسن كثيرا بين الكنيسة والدولة. فزعيم البلاد هنا غورباتشوف قابل البطريرك وقابل المطرنة وأهداهم أوسمة وميداليات، ودي طبعا ما حصلتش قبل كده، ورجعت إليهم بعض الأديرة زي دير القديس دانيال في موسكو، وزي جزء من اللافرة في مدينة كييف، وبعض أماكن أخرى، بل صرح لهم أيضا ببناء كنيسة جديدة في موسكو، وبناء كنيسة جديدة، ده كانت الكنائس القديمة بتتاخد، فدي برضو ناحية تقدم كويس. وحاليا بيحاولوا أنهم يضعوا قانون عن حرية الضمير، اللي هو حكاية اللي بيسموه بروسترايكا، ولسه هياخد إجراءاته الرسمية، وشايف إن في تقدم وفي عناية عن الأول بكتير جدا. نرجو إن ربنا يساعد والأمور تمر بخير. غالبا هيكون ليا بكرة حديث في جريدة الجمهورية عن الموضوع ده، وحديث طويل مفيش داعي الاجتماع بتاعنا الروحي نتكلم فيه عن الأخبار، فممكن تقروا المقال ده يغني عن حاجات كتيرة. ايه دي؟ فيها ايه دي؟ انا مش شايف ان انا قلت حاجة تستدعي التسقيف. طيب، واحد بيسأل بيقول: في آية بتقول لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي، فهل يوجد أكثر من مسيح أو ما المقصود من ذلك؟ هو كل إنسان بيمسح بالمسحة المقدسة كان يسمى مسيح للرب، فكان الملوك مثلا يمسحون بالمسحة المقدسة وبيحل عليهم روح الله. ونحن نسمع عن شاول الملك إن مسحه صموئيل النبي بالدهن المقدس وصار مسيحا للرب، يعني من الممسوحين بالدهن المقدس لحلول الروح القدس عليه. وقيل بعد مسحه بالمسحة المقدسة إن روح الرب حل على شاول وتنبأ، فقيل أشاول أيضا بين الأنبياء؟ دي تلاقوها في صموئيل الأول إصحاح 10. وداود لما وقع شاول في إيده أكتر من مرة وقالوا له يخلص عليه، قال لهم: حاش لي أن أمد يدي إلى مسيح الرب، إنه مسيح الرب هو، يعني ممسوح من الرب. داود أيضا مسح بالمسحة المقدسة
وصار مسيحا للرب هو أيضا. ولذلك كان بيصلي ويقول لا ترد وجهك عن مسيحك. فكل ملك ممسوح كان يسمى مسيح للرب. أيضا الكهنة كانوا يمسحون بالدهن المقدس ويحل عليهم روح الرب. وتجدوا أن الرب قال لموسى يروح يمسح هارون وأولاده، ومسحة هارون موجودة في خروج 29. وراح موسى وصب كأس الدهن المقدس على رأس هارون ومسحه ومسح أولاده، فصار مسيحا للرب. ولعلكم تذكرون في المزمور المشهور بيقول ما أحسن وما أحلى أن يجتمع الأخوة معا كالطيب الكائن على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى جيب قميصه، فصبوا عليه الدهن فنزل من رأسه إلى لحيته إلى جيب قميصه، فصار مسيحا للرب. فهنا مسيح للرب غير المسيح. المسيح مش مجرد مسيح مفرد كده بالنكرة، ده بالألف واللام. يعني لو نيجي بالإنجليزي نقول anointed بالنسبة للشخص العادي إنه ممسوح، بالنسبة للمسيح بنقول Christ. تختلف، ده مجرد مسيح أحد المسحاء، وده المسيح. وده إيه؟ المسيح. وتجدوا في نبوة عن مسحة المسيح أيضا في سفر إشعياء النبي إصحاح 42 آية 1، وأيضا في سفر إشعياء إصحاح 61 ويقول روح الرب، روح السيد الرب علي لأنه مسحني، روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين إلى آخر. فأيضا هو مسح للخدمة. وقيل في الرسالة إلى العبرانيين مسح بزيت البهجة أفضل من رفقائه. فالمسيح من حيث إن هو مسايا المسيح المنتظر، ده واحد لا يوجد له آخر. لكن المسحاء اللي مسحوا كملوك أو مسحوا ككهنة أو مسحوا كأنبياء تلاقي في ملوك الأول إصحاح 19 أن ربنا قال لإيليا النبي روح امسح حزائيل وامسح ياهو، دول هيمسحهم ملوك، وامسح إليشع نبيا عوضا عنك، امسح إليشع نبيا عوضا عنك. فكان الأنبياء أيضا يمسحون أحيانا إلا لو واحد ربنا بعته على طول، دي خلصت. فما تزعلش من كلمة مسحاء. في العهد القديم كان الكهنة مسحاء والملوك اللي بيمسحهم ربنا مسحاء، وبعض الأنبياء كانوا مسحاء. دي غير ما ورد في العهد الجديد ان سيقوم مسحاء كذبة. مسحاء كذبة دي حاجة تاني، دي غلطة، وضع مش موجود مش مظبوط، يعني يدعون انهم مسحاء. عشان كده المسيح قال ان قالوا لكم هو هنا او هناك فلا تصدقوا، ان قال لكم المسيح هو هناك فلا تصدقوا، لانه سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة. تلاقوها في متى 24. سؤال آخر، واحد بيقول السكنة في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك، عايز التفسير يعني. وبرضو السكنة في زاوية السطح خير من الجلوس مع رجل مخاصم، يعني مش بس حياة الخصام بتفقد السلام. فلما الواحد بياخد خبزة ناشفة ويأكلها فوق السطوح أحسن ما يعيش مع رفيق حياته
في حياة مناكفة زي بقول لك الشريك المخالف. لكن طبعا في نساء فاضلات بيجعلوا حياة أزواجهم سعادة وبركة وخير، فبلاش تاخد النقط الصعبة والوحشة وتقعد تفكر فيها، خد الأمثلة الطيبة كويس. واحد بيقول في قصة المرأة الخاطئة، المعروف أن السيد المسيح دخل بيت سمعان الفريسي قبل أن تدخل المرأة الخاطئة، صح؟ فلماذا قال السيد المسيح لسمعان منذ أن دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي؟ لا، هي منذ أن دخلت بيتك. هقول لك دخلت وجت فين. بيقول وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما سمعت أنه في بيت الفريسي، لما سمعت أنه في بيت الفريسي المسيح جاء قبليه، راحت وسكبت طبعا الطيب على قدميه ومسحتهم شعر رأسه إلى آخره. فقال سمعان في قلبه: لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، إنها لخاطئة. ده الفكر الشرير بتاع إيه؟ سمعان. فقال له يسوع: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. قال له: قل يا معلم. قال له: إنسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، فأيهما يحبه بالأكثر؟ قال له: أظن الذي سامحه بالأكثر. قال له: بالصواب أجبت. وبعد كده دخل في الموضوع، قال له: دخلت بيتك، أنا اللي دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت بالدموع قدمي، بقبل لم تقبل فمي، أما هذه فمذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي. شوف بقى أنه في الاثنين، الأولانية اللي دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي وقبل لم تقبل فمي، أما هذه فمذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي. فأنت السؤال بتاعك فيه غلطة أرجو أن تصحح، نفس السؤال فيه غلطة أرجو أن تصحح. هي قال السيد المسيح لسمعان: منذ دخلت بيتك لم تكف، لا، منذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي. طب وانت جبتها دي منين؟ شفتها مشكلة فين دي؟ برضو الأسئلة اللي على روسيا دي، شوفوا المقال اللي بقول لكم عليه. على فكرة أول مدينة عمدت في روسيا هي مدينة كييف، كييف K-I-E-V، كييف. مدينة كييف هي عاصمة جمهورية أوكرانيا، وهي إحدى الجمهوريات الـ15 اللي موجودين في الاتحاد السوفيتي. فمدينة كييف في جمهورية أوكرانيا، وحدثت الأول معمودية هناك على يد الأمير اللي اسمه فلاديمير، وفلاديمير ده قدسوه فيما بعد اسمه القديس الأمير فلاديمير، اللي هو أدخل المسيحية في روسيا. وكانت مدينة موسكو لم تبنى بعد، بنيت مدينة موسكو سنة 1147، يعني بعد معمودية كييف ب159 سنة. وبعدين بدأت المسيحية تنتشر من مكان لمكان لغاية لما أصبحت كلها في روسيا. واحد بيقول: أرجو أن تشرح لي القول الوارد في الكتاب المقدس: مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. هقول الجزء ده وبعدين أكمل سؤاله. مبرئ المذنب ضد الحق، ومذنب البريء
ضد الحق، فاللي ضد الحق كلاهما مكره للرب، لأن الله هو الحق، أنا هو الطريق والحق والحياة، يقول السيد الرب. يبقى إذن مفروض أنك أنت تكون إنسان حقاني، إنسان صادق وعادل وحقاني، لا تبرئ المذنب ولا تذنب البريء. بقية السؤال بيقول كيف أوفق بين عملي كمحامي، عمله كمحامي، وبين هذا القول، وأنا على أول درجات الحياة العملية، وبخاصة الموكل لم ولن يقر بحقيقة الأمر تماما. هو الموكل بيتكلم بصراحة مع المحامي بتاعه، بس مش هيقول في المحكمة يعني. هل آخذ في هذه الأيام بوصية من وصايا والدتي التي تقول حب وواري واكره وداري؟ لا طبعا، والدتك دي يعني، هو بيقول ولكن هذا الأمر أنا أرفضه تماما ولم أتقبله لأنه ينافي ديني. هو مش أصول إنك تكره وتداري برضو، دي مش غلط. شوف، المحامي المتدين يدافع عن الحق فقط. من أعظم الأمثلة التي قرأت عنها في التاريخ عن المحامين الأتقياء في هذه النقطة بالذات غاندي، غاندي زعيم الهند حينما كان محاميا في جنوب أفريقيا في أول حياته. كان شخص يديله قضية يقول له سيبها لي 3-4 أيام على بال مدرسة، إن وجد الحق في جانبه يقبل الدفاع عنه، ما وجدش الحق في جانبه يقول له آسف مش شاطر. ولذلك كان كل قضية يدافع عنها غاندي لابد يحكم في صالحه، في صالح الموكل، لأنه كان رجلا نزيها ولا يقبل إلا الدفاع عن الحق. ولكن هنشوف ولكن دي حدوتها ايه. كل متهم بيقام له محامي، حتى لو مش لاقي محامي المحكمة بتقيم له محامي يدافع. في التهم عموما في الجرائم عموما في ركن يسمى الركن المادي وركن يسمى الركن الأدبي. الركن المادي هو نفس عنصر الجريمة، في دليل مادي على انه ارتكب الجريمة، دي تدافع عنها يبقى ماشي غير ضميرك. الركن الأدبي اللي هو إنسان بيدافع عن المتهم من حيث نفسيته كانت إيه ساعة ارتكاب الجريمة، كان في عقله ما كانش في عقله، كان تحت ضغوط، كان إرادته مش متكاملة، كان أي حاجة يعني. فبيشوفوا الركن الأدبي اللي موجود في الجريمة، ودي غالبا اللي بيدافع عنها المحامي. مش معقول واحد اتضبط والسكينة في ايده وقاتل واحد وانت تقول لا ما قتلش، ما حدش هيصدقك كمان كمحامي يعني، لو قلت كده هيضحكوا عليك. فبيشوفوا ايه النواحي المصاحبة للجريمة، الظروف النفسية، الظروف العقلية، الظروف الاجتماعية، الضغوط، حاجات كده بيدافعوا عنها. لكن غير كده مش معقول تقول ما حصلش. فانت مش بتبرئ المذنب، انت بتشرح الظروف الضاغطة التي تعرض لها المذنب، وجايز تقول له يعني
الراجل اللي بدافع عنه ده مش في عقله، ده ما اي حاجة يعني. ده زي واحد ضبط في غرزة حشيش وبيتعاطى المخدرات والحشيش وظبطوه، وراجل راح عملوا له محضر بوليس فاعترف تماما بانه باللي حصل. تاني يوم قال له المحامي، قال له ازاي تعترف؟ لازم تنكر قصاد النيابه كل الكلام اللي قلته في البوليس. قال له ده انا اعترفت. قال له مالكش دعوه، انكر الكلام اللي قلته في البوليس ودي مالهاش دخل. ممكن الواحد قصاد النيابه ينكر اللي في البوليس. فراح قصاد النيابه فوكيل النيابه قال له انت كنت موجود في غرزه الحشيش، كنت بتتعاطى مخدرات؟ قال له لا يا بيه ما حصلش. قال له لكن انت معترف قصاد البوليس ان حصل. قال له بيه ما تاخدش على كلامي، ساعتها كنت مسطول. فهنا المحامي بيكذب ويعلم المتهم الكذب، وساعات الكذبة تتفتش زي اللي حصل قصادنا ده. فخليك بضميرك وما تبتديش حياتك العملية بالكذب وإنك تبرئ المذنب وتذنب البريء. أو اتنين متخاصمين والحق على الخصم بتاعك والحق على الموكل، يعني الحق في صالح الخصم مش في صالح موكلك، فأنت تحاول تظلم الطرف الآخر وتاخد حقوقه وتعطيه لموكلك، ده يبقى أنت مش بس بتكذب، ده أنت بتكذب وبتظلم. بتكذب وإيه؟ وبتظلم. ومفروض مهنة المحاماة تكون مهنة نزيهة تدافع فيها عن حقوق الناس، ولكن لا تدافع عن الخطايا. وانت درست في كلية الحقوق علشان تدافع عن الحقوق مش تدافع عن الظلم او الخطأ او الكذب. ربنا يساعدك. واحدة بتقول ما رأي قداستك في إني كنت نادرة إني أصوم صيام العذراء مية وملح، وأب اعترافي قال لي حرام، ما فيش عندنا حاجة اسمها مية وملح. هقول لك إيه الغلطة اللي أنت وقعت فيها والغلطة اللي وقع فيها أب اعترافك. من جهة عندنا حاجة اسمها مية وملح، عندنا ما يقدرش يقول ما عندناش حاجة زي دي. واللي مقصود بالمية والملح في العرف إن بيصوم من غير زيت، من غير زيت، يعني جايز ياكل حاجات كتيرة مش بس مية وملح، لكن من غير زيت. زي واحد بيقول للتاني ده احنا كلنا عيش وملح مع بعض، مش معناها كلوا عيش وملح بس، كلوا حاجات تانية بس دي رمز يعني. فمن جهة عندنا صيام من النوع ده عندنا جايز، أب اعترافك شايف صحتك دبلانة ضعفانة حاجة زي دي فبيشفق عليك، دي من ناحية أب اعترافك. من ناحيتك أنت مش أصول تندري بدون مشورة أب اعترافك، دي الغلطة، مش أصول تندري بدون مشورة أب اعترافك. دي يبقى معناها أنت بتسلكي حسب هواكي وبتدبري نفسك بنفسك، وأب الاعتراف ده عليه أن يعتمد الأمر الواقع، وده مش صح. فأب اعترافك له الحق أن يقول لك أنك أنت غلطانة
لأنك بتندري حاجات بدون مشورته، مفروض تشاوريه. اللي أقدر أنصح بيه إنك مرري هذا الصوم ما دام نضرتي، وتاني مرة في أصوام العذراء المقبلة ما تعمليش حاجة بدون مشورة أب اعترافك. أمال يعني إيه أب اعتراف؟ واحد بعد بدون الزيارة كلام بيقول إيه؟ نعلم أن كنائس المشرق جميعها كانت تخضع لبابا الإسكندرية، وكان البابا يقوم برسامة البطاركة لها، فهل ما يزال هذا الوضع تماما حتى الآن؟ طبعا الكلام اللي بتقوله مش صح تاريخيا. بلاد المشرق كانت فيها أكثر من إبارشية، فكان كرسي الإسكندرية له اختصاصه على إسكندرية وليبيا وجهات إفريقيا، وكان كرسي إنطاكية الكنيسة الإنطاكية الشرقية كان لها اختصاصها في بلاد المشرق، كمان كان في نفس الوقت كرسي أورشليم مدينة إله، ودي كانت قائمة بذاتها. كذلك في المشرق كانت هناك كراسي أخرى، فالتعبير اللي انت بتقوله تاريخيا مش سليم. وما كانش بابا الإسكندرية بيرسم بطاركة للمشرق، ده مش صح. كل كنيسة كانت بترسم البطرك بتاعها. أما بابا الإسكندرية دخل إمتى في رسامة البطاركة؟ أيام الاضطهاد الخلق دوني ما كانش فيه حد يرسم، فكان ممكن نحن والكرسي الإنطاكي نتبادل هذا الأمر، فممكن بطرك الإسكندرية يشترك في رسامات لكرسي إنطاكية، وممكن كرسي إنطاكية يشترك في رسامات لكرسي الإسكندرية، لكن ما كانش كرسي الإسكندرية له هذا الاختصاص. ما الوضع بالنسبة لكنيسة إثيوبيا؟ ده موضوع لسه بدري، أي شغلنا كتير. هل هناك اتصالات مع كنائس أخرى لتوحيد المبادئ والمفاهيم؟ الحركة المسكونية ماشية كتير، وفي اتصالات مع كنيسة روما، وفي اتصالات مع الكنائس الأرثوذكسية الأخرى، وفي حاجات كتير. واحد بيقول كلما أتقابل مع إنسانة شابة في سني أعجب بها وأفكر فيها وأقول إنها تناسبني للزواج، فهل هذه خطية؟ مع العلم بأنها تظل عالقة في ذهني فترة إلى أن أقابل أخرى، ويبقى الأخرى هي اللي صار. مع العلم بإني متخرج عن الجامعة منذ 3 سنوات. عايز رأيي يعني. رأيي إنك إنسان هوائي. هوائي يعني إيه هوائي؟ يعني لازم تبقى راسي أكتر من كده. لازم تبقى راسي. يعني إيه راسي؟ شفت بنت وأعجبتك، أعجبتك شكلا لكن أنت ما تعرفش إيه طباعها وإيه روحيتها وإيه أخلاقها وأيضا إيه نظرتها إليك أنت. جايز انت تقول تصلح لي زوجة وهي وانت لا تصلح لها زوج، يعني وهي مشغولة بحد تاني، فاذا كانت مشغولة بحد تاني يبقى ما تصلح لكش، واذا كانت مرتبطة بحد تاني يبقى ما تصلح لكش، ومش هتقعد تبص في صوابعها وتشوف في حاجة في صوابعها الشمال ولا صباحها اليمين يعني مش معقول ده كده، وإلا انت تبقى يعني حاجة تانية. فخليك راسي. خليك ايه؟ راسي. ومش اي بنت تشوفها تقول تصلح لي وتظل عالقة بذهنك. طب واستفدت ايه بالحكاية دي؟ وذهنك ده يعني هتروح تسألها تقول لها عنوانك ايه وتليفون ابوك ايه ولا بتاع ولا
يا ابني خليك عاقل شوي، مش معقول الكلام ده. وبعدين لما تيجي واحدة تانية تحل محلها وانت بقى يعني بلاش الحاجات دي. واحد بيتكلم عن خطبة وفسخوها وغيره، ده بيقول تقدمت لخطبة فتاة من 3 سنوات وتم فسخ المحضر في شهر 7/87 وتم الرجوع في شهر سبتمبر 9 يعني 87 وتم تحديد ميعاد الإكليل في 31/1/88 وحدثت حالة وفاة طرف العريس وكان التأجيل 1/5/88 وبعدها حدثت خلافات بخصوص حجرة النوم وكان الرفض من خلال العروسة وبعدين اتفسح. يا ابني الحاجة اللي تيجي معقدة من أولها ما تقعدش تتمسك بيها، وده زعلان إن الحكاية اتفسخت خالص. أنا هسألك على الموضوع يعني إن شاء الله، لكن خدها قاعدة، اتجوز البنت اللي تتمسك بيك وتشعر إن سعادتها في الارتباط بيك، لكن اللي مش عايزاك ورافضة وفسخ ونصطلح ونفسخ تاني ومجرد مناقشة عن أوضة النوم تتفسخ الخطوبة تاني، دي يا ابني حكاية ما تعمرش. يعني لازم تتجوز البنت اللي هي تكون متمسكة بيك وشعرة إن سعادتها في الحياة معاك، ولا يمكن تقبل فسخ الخطوبة لأسباب تافهة أو لأسباب مادية. فما تزعلش على الموضوع ده يعني، ما تزعلش على الموضوع ده، وربنا يرزقك بإنسان تحبك وتقدرك وبلاش تقول أصبت بحالة نفسية. ليه انت تتعب نفسك؟ يبقى تجيلك مشاكل من بره وانت تعمل لنفسك حالة نفسية، يبقى تتعب من جوه ويبقى لا طايل بره ولا جوه. انت قول لو ربنا رايد لي بالبنت دي كنت ارتبط بيها، مش رايد لي بيها خلاص ما ازعلش. في آية لطيفة خالص هي بتؤخذ بمعنى لاهوتي لكن ممكن تتاخد معك برضو، موجودة في رسالة يوحنا الأولى، بيقول إيه؟ منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. أفتكر مرة زمان من قيمة يمكن 30 سنة ولا حاجة، كان جم كم واحد يترهبنوا عندنا في الدير، ولا واحد جاي يترهبن أو أكتر، وساب الدير ومشي. فرئيس الدير زعل، فقلت له بتزعل ليه؟ لو كانوا بتوعنا كانوا فضلوا معانا، لو كانوا بتوعنا كانوا فضلوا معانا. وتذكرت الآية دي، منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. فأنت تقول دي سابتني لأنها مش بتاعتي، ولو كانت بتاعتي ما كانش ربنا سمح إنها تسيبني. معلش اوعى تروح تاخد فالينيل ولا أتيفان ولا حاجات زي دي، خليك كده كويس. نكتفي بالأسئلة دي، نقول أي ترتيلة. احنا تأخرنا النهاردة في البداية فمش عايزكم تتأخروا كتير.
أريد أن أكلمكم عن الحياة مع الله. الحياة مع الله. ناس كتير لهم علاقة بالكنيسة وليست لهم علاقة بالله، ولهم علاقة بالآباء، بالكهنة، بالطقوس، بالصلوات، وليست لهم علاقة مع الله. وربما يصلون أيضا وليست لهم علاقة مع الله، كما يقول السيد المسيح مذكرا اليهود بما قيل في العهد القديم: هذا الشعب يعبدني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. أنا أقصد الحياة مع الله أن يكون لك صلة بالله ويكون لك علاقة به وتحس بوجوده في حياتك وتحس بأنه أمامك في كل خطوة تخطوها وفي كل عمل تعمله، يبقى لك علاقة شخصية بربنا. جايز إنسان بيصوم وله علاقة بالطعام مش علاقة بربنا، كل ما يدريه عن الصوم إنه مش هياكل أطعمة حيوانية من مصدر حيوان، أو إنه هينقطع عن الطعام فترة، لكن علاقة بربنا في الصوم مفيش. عشان كده ناس كتير بيخشوا الكنيسة ويمارسون الصلاة والصوم ولكن مفيش علاقة بينهم وبين ربنا. كل الذي نريده إن احنا نكون علاقة بربنا. إزاي؟ واحد زي إيليا النبي يقول: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. شاعر إنه واقف قصاد ربنا، وشاعر إن ربنا شايفه في كل عمل. ده وضع تاني. كتير حاجات بنعملها وربنا مش واقف قصادنا، بل ربنا ما بيكونش في فكرنا أبدا أثناء ما بنعمل هذا العمل، ولا آيات الكتاب تكون في فكرنا، ولا احنا دريانين. بنعيش في سكة وربنا في سكة تانية، مفيش أي صلة بيننا وبينه. متى نفكر إن احنا نحيا مع الله؟ لما داود النبي تكلم عن هذا الأمر قال: أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. إيه معنى كلمة الالتصاق بالرب؟ لما بولس الرسول تكلم عن معرفته بالمسيح وقال: خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. يعني أربح المسيح ويعنيه أوجد فيه. وبعدين بيقول: به نحيا ونوجد ونتحرك. يعني إيه الكلام ده؟ به نحيا ونوجد ونتحرك. إيه العلاقة الشخصية اللي بينك وبين ربنا؟ إيه مركز ربنا في حياتك؟ ايه نوعية الصلة بتاعتك بيه؟ انسان بيخدم، علاقته هي علاقة بالخدمة، وجايز ربنا ملهوش في حياته. كل ما يعرفه عن الخدمة انها نشاط، كل ما يعرفه الخدمة انها ايه؟ نشاط، افتقاد، تحضير دروس، القاء كلمات، اجتماعات،
ولكن ربنا ما فيش، ولكن ربنا ايه؟ ما فيش. عشان كده لازم نفتكر ايه وضع ربنا في حياتنا، ايه مركز ربنا في حياتنا، مركز ربنا في التفكير بتاعنا، مركز ربنا في مشاعرنا، في عواطفنا. انسان بيسلك كويس خالص، تقول له بتسلك كويس ليه؟ يقول لك عشان اروح الملكوت، عشان اروح الفردوس، عشان اروح النعيم الابدي. طب وربنا؟ ما فيش، ما بيفكرش في ربنا ده، ما بيفكرش في ربنا. انه بيعمل كويس علشان توجد محبة بينه وبين ربنا، تتعمق الصلة بينه وبين ربنا، انه يروح في الابدية يجلس مع ربنا حيث يكون هو يكون معاه. ما بيفكرش في دي. كثير من الناس يحيون حياة دينية خارج الله. انا اسف اقول التعبير ده، لكن هقوله تاني. كثيرون يحيون حياة دينية خارج الله، ربما يعيشون في وصايا وليس في الله، وربما يعيشون في طقوس وممارسات وفضائل وليس في الله. يعني ايه؟ هنا الفرق الكبير بين المستوى الأخلاقي والمستوى الروحي. المستوى الاجتماعي والمستوى الإلهي. ما هو في ناس ملحدين أخلاقهم كويسة، وعندهم مثل، وعندهم قيم. وفي ناس من الهندوس مثلا أو من اليوغا وعندهم قدرة على الصيام وعلى كبح الجسد. ربما تكون عندهم فضائل أيضا لا توجد عند المتدينين. غاندي كانت عنده فضائل أكثر من كثير من المتدينين. الفضائل شيء، الأخلاقيات شيء، لكن الروحيات شيء آخر. الروحيات معناها إن روحك متصل بروح الله. أدي الروحيات. تسلك سلوكا روحيا، ليس فقط تغلب الروح على الجسد، إنما أيضا روحك تكون مرشدة بروح الله، ولها شركة مع روح الله، وليها علاقة مع روح الله، وإلا هتنحدر للمستوى الأخلاقي أو الاجتماعي. دي مسألة الروحيات مش أخلاقيات. ممكن تعيش في مستوى البر العالمي ولكن مالكش علاقة بربنا. علشان كده بولس الرسول اتكلم عن الناموس والنعمة. الناموس مجرد وصايا، بينفذ وصايا، ولكن النعمة معناها روح الله بيشتغل جواك، ومعناها انك انت مسلم نفسك للروح القدس. الروح القدس هو اللي بيرشدك لكل الحق، الروح القدس هو اللي بيبكتك على خطية، الروح القدس هو اللي بيقوي حياتك، لكن مش مجرد سلوك اجتماعي. الشخص الروحي إذا صلى يشعر أنه واقف قصاد ربنا فعلا، وبيكلم كائن موجود أمامه، وفيه علاقة بينه وبينه، وفيه عاطفة، وفيه شعور بوجوده، وفيه انفعال بيه والتصاق بيه. داود النبي بيقول له باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم.
شاعر بشبع نفسي لأنه بيكلم ربنا، فيه نوع من العاطفة، فيه نوع من الاشتياق، بيقول متى أقف وأتراءى أمام الله. اشتاقت نفسي إليك كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء. محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. مش مجرد تلاوة بدون عاطفة، ده تلاوة ناتجة عن حب، لأن اسمك محبوب، عشان كده هو طول النهار تلاوتي. ده الوضع الروحي اللي احنا عايزينه. قد ايه بتفكر في ربنا طول النهار؟ قد ايه بيكون لك علاقة بيه طول النهار؟ إلى أي درجة تكون أعمالك الفاضلة مرتبطة بالله؟ تكون صلواتك مرتبطة بيه؟ تكون أصوامك مرتبطة بيه؟ إزاي؟ كيف تعيش مع الله؟ دي نقطة هامة جدا. لما نيجي في الأبدية، اوعوا تفتكروا في الأبدية مركزنا هناك هيكون بإطاعة الوصايا. لا، مركزنا هناك هيكون بحب ربنا. في إنسان بيطيع الوصية خوفا، وإنسان بيطيع الوصية رياء، وإنسان بيطيع الوصية اضطرارا، وإنسان بيطيع الوصية مجاملة للوسط الذي يعيش فيه، وإنسان بيطيع الوصية خجلا. لكن في إنسان آخر يحب الوصية، ويحب الله معطيه، ويحب الحياة الروحية. مش بيحب الحياة الروحية علشان تخليه إنسان فاضل، لا، بيحب الحياة الروحية لأنها بتربطه بربنا، بتقربه لربنا، بتخليه يتمتع بربنا. راهب يقف ويصلي مزاميره كلها لكي يكون راضيا عن نفسه انه قال مزاميره، عشان ضميره يبكته لو ما قالش مزامير، شعوره بالنقص إذا ما قالش المزامير، وشعوره بالرضا إذا قالها. طب وفين ربنا هنا؟ ما فيش خالص. لكن واحد تاني بيصلي مزاميره لأن مزاميره بتشبع روحه بمحبة ربنا. كل ما بيقول مزامير بيشعر إنه موجود مع الله، بيتغنى بيه. طب نمسك بالتفصيل شوي. يجي داود يصلي في المزمور ويقول ايه؟ سبحوا الرب تسبيحا جديدا، وبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فمي. بالرب تفتخر نفسي، هي كلها ربنا، وانت جايز تكر الكلام ده كله ومالكش علاقة بربنا برضه. ده بيقول سبحوا الرب تسبيحا جديدا، يعني المزمور اللي بيقوله بيسبح به ربنا، يعني علاقة بينه وبين ربنا. طب ايه اللي عندك انت؟ نفس الكلام نقوله عن الألحان. في ناس بيقولوا الألحان كل همهم في الألحان ضبط اللحن، ضبط النغمة، ضبط الهزات الموسيقية بالضبط. طب وربنا فين؟ خلي ربنا دلوقتي، احنا في اللحن ازاي يطلع مظبوط، احنا في اللحن ايه ازاي يطلع مظبوط. وجايز تلاقي انسان حافظ الحان كتير وبيقولها مظبوطه تمام وملهوش علاقه مع ربنا. وفي انسان تاني يقول اللحن يدوبك. عارف يعني ايه يدوبك؟ انا مش عارف هيترجموها ازاي، لكن يبص يلاقي هذا اللحن بيهز مشاعره الروحية كلها،
هذا اللحن بيرفع روحه لفوق لكي تلتقي مع الله. هذا اللحن ليس مجرد نغمات، لكنه روح بتخفق أمام الله، وهي بتخفق كده بتعمل هزات، الهزات دي بتعمل ألحان، لكن مش مجرد أنغام. ما هو بيتهوفن بتاع أنغام، ويا ما في موسيقيين، ده تلاقي واحد مايسترو بيقود 180 واحد وهزات كده على طول وكله انفعال، لكن المهم في الروح، الروح بتشتغل ازاي. هل ربنا في اللحن ولا لا؟ هل اللحن موسيقى؟ هل اللحن أنغام؟ هل اللحن هزات؟ ولا اللحن روح بتغني لربنا وفرحانة بربنا وبتقول أبارك الرب في كل وقت في كل حين تسبحة في فمي؟ باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. هنا هل الصلاة واجب تقوم به أم الصلاة متعة؟ هل الصلاة واجب تقوم به أم الصلاة متعة؟ حينما تتحول الصلاة إلى متعة، وأقصد متعة روحية، حينئذ تكون قد تلامست مع الله وأصبحت تحيا فيه وهو فيه. السيد المسيح بيقول أنا فيهم وأنت فيا لكي يكونوا مكملين إلى واحد. طب عايزين نشوف إزاي هو فينا وإحنا فيه. تقول لي أنا حافظ الآية دي كويس وموجودة في يوحنا 17 بالأمر، عارف أنك حفظها، لكن هل فعلا تشعر أن الرب فيك وأنت فيه وانت ثابت فيه كما الغصن ثابت في الكرمة؟ والغصن ثابت في الكرمة يعني يأخذ من عصارتها حياة لنفسه. طب سؤال تاني، كل ده عن الحياة مع الله، احنا ما خرجناش. انت مثلا الفضائل التي تحياها، هل هي فضائل ناتجة عن إرادتك الخيرة أم ناتجة عن عمل الروح القدس فيك؟ أم ناتجة عن اشتراك الإرادة مع الروح القدس فأصبحت الفضيلة هي شركة مع الروح القدس؟ إيه اللي حصل معك بالظبط؟ وهل أنت تعمل الفضائل وحدك أم الروح هو الذي يعمل كل شيء؟ إذا كنت بتحيا مع الله لها اختبارات كتيرة خالص. من ضمن الاختبارات دي بيقول لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو الذي يتكلم فيكم. فأنت اللي بتكلم ولا روح ربنا اللي بيكلم؟ كثيرون يتكلمون حسنا، لكن الصلة بالله ان روح الله هو اللي بيتكلم على فمهم. تقول لي اوصل لدي ازاي؟ توصل لدي لما تكون ملتصق بروح الله وبتطلبه في كل موقف وبتطلب تدخله في كل كلمة تقولها وفي كل عمل تعمله. وفي كل عمل تعمله بتقول هل هو يرضي الله أم لا يرضيه. كتير من الأعمال بنعملها لكي نرضي الناس، لكي نرضى عن أنفسنا أو لكي يرضى الناس عنا. لكن متى نعمل عملا لكي يرضى الله؟
الكلام ده لو كان الله في تفكيرنا. هل انت لما بتمشي كويس بتنبسط لانك بقيت شخص كويس ولا لانك بقيت صورة الله وبقيت اناء الله حل فيه وبقيت ارادة مستسلمة لعمل الله وبقيت شخص شريك للطبيعة الالهية في العمل، شريك للروح القدس؟ ما مقدار هذه الشركة في حياتك؟ كل الذي يريده الله انك تشترك معه. يعني ايه تشترك معه؟ يعني ربنا حطت وصايا كتير وانت تقول له اسمع يا رب، انت مش عايز الوصايا دي تنفذ؟ هنفذها لك، بس خليك انت ساكت وانا هنفذها لك. لا، انا ساكت وانت تنفذها دي غير مقبولة، ننفذها سوا. ننفذها ايه؟ سوا، بشركة مع الله في العمل. مين اللي بيعمل دي؟ مين اللي بيعمل دي؟ أنا أخشى أن تكون حياتنا في الفضيلة هي حياة مستقلة عن الله، وحينئذ كيف نسمي الفضيلة فضيلة؟ الحياة مع الله عايزة إنسان يحس بوجوده، يحس بوجوده ويحس بعمله ويحس بنعمته ويحس بالشركة مع الله ويطلب هذه الشركة ويعيش بها. طب نقطة تانية، لما انت بتخطئ بتزعل، وده شعور كويس. بتزعل عشان ايه؟ بتزعل عشان ايه؟ هل بتزعل لانك اخطأت؟ هل بتزعل لانك سقطت؟ هل بتزعل لانك عملت عمل مش قادر تقوله الاب اعترافك؟ هل بتزعل من اجل انك فقدت الملكوت؟ الوضع السليم انك تحزن لانك احزنت الله، دي الخطيه. لان في كل الكلام اللي قلناه ربنا مش باين، بتركز على نفسك وخلصت، بتركز على نفسك وايه وخلصت. لكن داود لما اخطأ ما قالش انا ضيعت فلان ولا فلانة، قال له لك وحدك اخطأت والشر قدامك صنعت، لك وحدك. يعني شعر ان خطأه الموجه الى الله اكتر بكتير من الخطأ الى الناس، هو الاساس. لك وحدك اخطأت والشر قدامك صنعت. لا قال أخطأت إلى أوريا الحثي، ولا قال أخطأت إلى بالشبع، ولا قال أخطأت إلى نفسي، قال له لك وحدك أخطأت. هنا بقى الاهتمام بربنا والتركيز على ربنا، لك وحدك أخطأت. هل بتشعر إنك أنت لما بتخطئ بتفصل نفسك عن ربنا؟ بتخسر ربنا؟ بتفض الشركة التي بينك وبينه؟ بتفقد وجود الروح القدس فيك؟ بتحزن روح الله؟ بتقاوم روح الله؟ بتطفئ روح الله؟ الكلام اللي جاي في الكتاب ما قالش لا تخطئوا، يعني مش بس ما تضيعوش أنفسكم،
ألا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم. لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم. أن خطية أن أنا بحزن روح ربنا. وبيقول يصلبون يسوع المسيح ثانية. يعني إمتى نعتبر أن خطية موجهة إلى الله نفسه وليست إلى الناس بس؟ لما تكون العلاقة بيني وبين ربنا. أنا شاعر يا رب أن أنا هفقدك، شاعر أن أنا هخرج من دايرتك، شاعر أن أنا هفض الشركة التي بيني وبينك. شوفوا في قصة مؤثرة كلكم تعرفونها، وهي قصة شمشون. شمشون دليلة كل مرة تقول له أنت ما قلت ليش الحق، ضحكت علي بتاع إلى آخره، ويقول لها أي كلام. وبعدين تقول له الأعداء بتوعك جم ينتفض بكل قوة وما جراش حاجة، لغاية لما كسر الندر، لغاية لما إيه كسر الندر وقال. وبعدين كلمته وجه أعداؤه. النقطة بقى المؤثرة هي الآتي، بيقول الكتاب فانتفض شمشون ولكنه لم يدري أن الرب قد فارقه. هنا بقى المشكلة، انتفض شمشون وإيه ولم يدري أن الرب قد فارقه. مش حكاية الندر اللي فارقه، مش حكاية القوة اللي فارقته، مش حكاية شعره اللي اتقص، حكاية ان الرب قد فارقه. هو طبعا الرب فارقه نتيجة الاخطاء دي، لكن المهم في الموضوع ولم يدري ان الرب قد فارقه. ده الوضع المؤسف والمتعب. وضع مؤسف تاني من نفس النوع وأخطر، أخطر شوي، لأن شمشون تاب. شاول الملك، وجه الخطورة ليس فقط أنه أخطأ إلى الله، وإنما الآية الخطيرة هي التي تقول أن روح الرب فارق شاول، وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. مفارقتنا لله أمر صعب، وأصعب منها بكثير إن ربنا هو اللي يفارقنا، لأن أحيانا نخطئ ويظل روح الله يبحث عنا ويقودنا إلى التوبة والقيام من السقطة. لكن أصعب حاجة إن روح الرب يفارقه، روح الرب يفارقه. إذن أنت المهم إنك تحتفظ بالعلاقة بينك وبين ربنا، لا تطفئ الروح، لا تحزن الروح، لا تكونوا مقاومين للروح. زي ما القديس استفانوس قال لليهود، قال لهم أنتم تقاومون الروح كما كان آباؤكم من قبل. يبقى الخطية إذن مقاومة للروح، مقاومة لروح الله، روح الله الذي يريد لك الكمال والبر والقداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب. والإنسان في حالة الخطية بيقاوم الروح. لما انت تعيش مع ربنا ليس فقط الأمر انك انت بتجاهد عشان تبقى كويس، لكن حياتك مع الله لها نقط جميلة أخرى. حياتك مع الله بتعطيك نوع من الحفظ الإلهي ونوع من الإرشاد الإلهي
ونوع من القوة الإلهية بتكون معاك، ونوع من النجاح في كل شيء. يوسف كان ماشي مع ربنا، طب كانت النتيجة إيه؟ وكان يحيى مع الله، وبرضو لما عرضت عليه الخطية ما قالش إزاي إن أنا أسقط، لا، قال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، يعني برضو نفس العملية، خطأ إلى الله لأنه كان ماشي مع ربنا، نوع من التعبير عن حياة الله معاه، كل ما يعمله كان ينجح فيه، كل شيء كانت تمتد إليه يد يوسف كان ينجح، كان ينجح. زي ما يقول طوبى للرجل في المزمور الأول اللي بيبعد عن الشر ده كله، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر وكل ما يعمله ينجح فيه. ده الشخص اللي ماشي مع ربنا، اللي بيحيا مع ربنا. عشان كده الرسول بيقول نحن لا نفشل، لازم ينجح مع ربنا. جايز تجيله تجارب، جايز تجيله ضيقات، جايز تجيله مشاكل، جايز تجيله متاعب، لكن في كل هذا أيضا ينجح فيه. زي يوسف اترمى في البير وخرج سليم، اتباع كعبد وكل ما عمله كعبد نجح فيه، اترمى في السجن كان أنجح سجين في الدنيا كلها، وكان هو اللي بيشرف على السجن روحيا، وزير كل ما عمله ينجح فيه، كان أبا لفرعون، راجل كل شغله ماشي مظبوط. ليه؟ لأن ربنا بيشتغل فيه. فأنت اسأل نفسك حتى لو فشلت في وقت في حياتك، قل هل سبب فشلي إن أنا انفصلت عن الله؟ هل سبب فشلي إن إيد ربنا مش موجودة معايا؟ فكر في ربنا، لأن كتير من الناس لما بيفشلوا بيفكروا في أنفسهم وأخطائهم، لكن أنت فكر في ربنا، هل إيد ربنا تخلت عني؟ هل أنا ملياش الدالة بتاعت زمان؟ هل صلواتي ليست لها الاستجابة بتاعت زمان؟ ليست لها الصلة بتاعت زمان؟ ده أيام الرسل كانوا بيصلوا بيقول لك تزعزع المكان من الصلاة، اهتز. اسأل نفسك هل أنت تحيا مع الله ولا لا؟ إن كنت بتحيا مع الله، هل الله بينجح كل عمل تمتد إليه يدك؟ هل بتشعر باستجابة صلواتك؟ هل بتشعر بحرارة صلواتك؟ هل بتشعر إن صلاتك فيها صلة بربنا؟ حياتك ماشية إزاي؟ هل تشعر بقوة معطاه ليك من الله؟ زي ما قال لهم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. هل أنت شاعر بالقوة دي، ولا قوة الله قد فارقتك كما قيل عن شمشون؟ كنت بتخدم والخدمة بتاعتك تقتدر كثيرا في فعلها والكلمة اللي تقولها بتغير القلوب، هل أنت دلوقتي زي زمان، ولا كلمتك فقدت حرارتها، كلمتك فقدت فاعليتها؟ عارفين زي مين؟ زي لوط. لوط قيل عليه إنه رجل بار ما وقعش في الخطية، لكن ما كانش في نفس الصلة القوية بتاعت زمان، عشان كده لما اتكلم كلمته فقدت حرارتها، كان كمازح في وسط أصهاره، زي ما قيل عنه لما جه ينصح أهل السدوم، مفيش القوة بتاعت زمان، مفيش الحرارة بتاعت زمان،
مفيش الصلة بتاعت زمان. طب تيجي ازاي؟ تقول له يا رب ارجع اليك، ترجع الي، يقول الاثنين مع بعض، ارجعوا الي ارجع اليكم. كلمة ارجعوا الي لها معنى كويس. ايه المعنى كويس؟ انك انت مش بترجع الى حياة البر، او مش بترجع الى الفضيلة، ده انت بترجع الى الله. ما في انسان يفتكر ان التوبة هي الرجوع، الرجوع الى حياة الفضيلة، لكن التوبة في حقيقتها هي الرجوع الى الله. لأن زي ما قلنا إن الخطية هي انفصال عن الله. تلاقوا في الذبائح اللي جت في سفر اللاويين، أول ذبيحة هي ذبيحة المحرقة. هذه الذبيحة لم يكن يتناول منها أحد، لا مقدمها ولا الكاهن ولا الأصدقاء، كانت كلها لله. تظل النار تحرقها إلى أن تتحول إلى رماد، لأن كانت الخطية كما هو معروف، الخطية لها نتيجتان. الخطية لها نتيجتان. أول نتيجة أنها خصومة مع الله، وتاني نتيجة هلاك للإنسان. فكانت ذبيحة المحرقة تمثل إرضاء قلب الله الغاضب، وذبيحة الخطية تمثل إنقاذ الإنسان من نتيجة خطيته. لأنك أنت لما تفكر تتوب تقول أنا عايز أصطلح مع ربنا، مش مجرد أترك الخطية، ده أترك الخطية دي هتيجي لوحديها، أصطلح مع الله. ولذلك بولس الرسول في كورنثوس الثانية إصحاح 5 بيقول إن الله أعطى ربنا، يعني أعطانا خدمة المصالحة، نسعى كسفراء للمسيح، كأن الله يعظ بنا، ننادي اصطلحوا مع الله. مش بس سيب الخطية، أهم منها اصطلح مع الله، ولما تصطلح مع الله هتسيب الخطية طبيعي. لازم نكون لينا علاقة مع ربنا، نكون لينا علاقة مع ربنا. أقول له يا رب أنا عايزك أنت تبقى مركز صلاتي، تبقى مركز خدمتي، تبقى مركز ترتيلي وألحاني، تبقى مركز الحياة البارة التي أنا أحياها، تبقى مركز آمالي ورغباتي في العالم الآخر. لأن العالم الآخر بدون ربنا ملهوش قيمة، والنعيم الأبدي في حقيقته، النعيم الأبدي في حقيقته هو الحياة مع الله، العشر مع ربنا. حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. لما أنت تحيا مع ربنا تشعر بالفرح الداخلي باستمرار. الإنسان بيتعب في أحزان العالم لما يبعد عن ربنا، لكن اللي عايش مع ربنا دايما فرحان، دايما مبسوط، يملأ قلبه السلام والإطمئنان مهما حدث. أهدي علامة من إنك أنت بتحيا مع ربنا ولا لا؟ لأن قال من ثمار الروح محبة وفرح وسلام. لما تحب ربنا يجي لك الفرح ويجي لك السلام، دي علامة أساسية. إن فقدت سلامك اعرف إنك أنت بعدت عن ربنا. مش ممكن أبدا ماشي مع ربنا واحد ويفقد سلامه. ولذلك القديس أغسطينوس في كتاب اعترافاته قال إيه؟ قال لربنا ستظل قلوبنا قلقة إلى أن تستريح فيك، تجد راحتها فيك، غير كده تبقى قلقان وتعبان. العالم عايش في تعب لأنه بعيد عن ربنا.
لو عاش مع ربنا يعيش في فرح وسلام. دي من ثمار الروح اللي بيعيش فيها الإنسان. ولذلك الإنسان اللي يعيش مع ربنا يحيا في حياة الشكر الدائم، لأن كل شيء بالنسبة له مبسوط. عايش مع ربنا بيشكر ربنا على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. تقول له الدنيا خربانة هنا ولا هناك، يقول لك يكفيني ربنا، أنا مش عايز غير ربنا بس، ما دام ربنا معايا الدنيا دي كلها زي صفيحة زبالة ولا يهمني، يكفي إن أنا عايش مع الله. زي ما قال داود: معك لا أريد شيئا على الأرض، مش عايز حاجة. الذي يجد ربنا ما يهموش إن يجد شيء تاني. اللي يجد ربنا زي ما قال بولس الرسول: خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. ما دام وجدته يبقى الباقي كله ملهوش قيمة. عيبنا إن إحنا بنبني لأنفسنا آمال كثيرة بعيدة عن الله، رغباتنا وشهواتنا كلها بعيدة عن ربنا، أفراح قلبنا كلها بعيدة عنه. إذا عشت مع الله تكتفي به وتشعر بفرح دائم في حياتك معه. تفاصيل الحياة مع الله كثيرة، نكتفي بهذا الآن وتفضل.